فقط على قناة الآن. معانا سلسلة من المواضيع الطبية اللي راح تفيدكم مشاهدينا. اليوم موضوعنا الطبي راح نتكلم فيه عن البكتيريا والأمراض المسببة لها للبكتيريا. عندنا مثلا السل، عندنا الطاعون، التهاب الرئوي، كل هذه الأمراض والكثير من الأمراض يكون السبب الرئيسي لها البكتيريا. تواجد البكتيريا معانا في كل مكان، مثلا عندنا النقود، عندنا مثلا مقابض أبواب البيت، عندنا مقابض الحمامات العامة، عندنا أسطح المكاتب، عندنا المطابخ، أدوات المطبخ متواجدة في كل مكان. سؤالي لكم مشاهدينا، أيهما البكتيريا متواجدة أكثر؟ هل متواجدة بالنقود المعدنية أكثر أم بمقابض الحمامات أم بالثلاجات أكثر؟ حيكون معكم دكتورة عبير عبد الله، رح أفيدكم بهذا الموضوع، ولكن جاوبوني، مستنية مشاركتكم.